يعني بداية طالبة شابة تقرر أن تنهي حياتها بعد تعرضها للابتزاز، تصدرت محركات البحث في مصر وفي العالم العربي، كيف تابعت هذه الحادثة؟ مساء الخير يا أستاذة أحلام. بكل تأكيد هذه قضية تشكل رأي عام في مصر منذ أمس وحتى اليوم، كثير من وسائل الإعلام أيضا المكتوبة والمسموعة والمقروءة وحتى فيما يتعلق بالتواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا تتناول هذه القضية بكثير من النواحي، وأعتقد هناك حالة من الغضب والامتعاض في الشارع المصري، ويطلبون بالضرورة أن يكون هناك تغليظ للعقوبات واستخدام ما جاء في القانون، خاصة أن المسألة المتعلقة بالابتزاز الإلكتروني تم بالفعل تفعيل القانون في العام الماضي من قبل مجلس النواب المصري، أي المجلس الشعب أو الجهة التشريعية الأولى في مصر، وغلظ العقوبات إلى السجن ما يقارب 10 سنوات، وأعتقد أن هذا الأمر ودفع غرامة وما إلى ذلك. هناك أيضا أصوات تطالب بدورة أن يكون هناك بالفعل تغليظ لهذه العقوبات، لأنها أدت إلى إزهاق أرواح بشرية، خاصة أنها ليست الحالة الأولى في مصر، حدثت في العام الماضي عدة حوادث بين عائلات وأفراد وزملاء وزميلات، وأعتقد أن هذا الأمر ليس منتشرا، لكنه كل فترة تظهر حالة فتثير غضب واحتقان وإثارة وبلبلة في الشارع المصري. وأعتقد أن الزميلة التي سعت إلى أن يكون هناك ابتزاز لنيرة وشروق استخدمت كل أدوات الابتزاز وأدلتها بأنها سوف تلجأ إلى نشر هذه الصور داخل مجموعات الجروب الخاص بالواتساب في جامعة العريش بين زملائها وحتى بين أهلها في محافظة المنصورة في وسط الدلتا في مصر، وهذا الأمر أثار حفيظة السيدة أو الطالبة التي أقدمت على انتحار خشية الفضيحة وخشية أن يكون هناك بالفعل رد فعل من قبل الأسرة، لأنها خافت بمثل هذا الأمر لو حدث وتم نشر الصور سيكون هناك عقاب رادع من الأسرة والوالدين، خاصة أن هناك بالفعل غياب للحوار المجتمعي.